عليه ما بين مؤيد وما بين ايه معرض. وكيل اعمال سليماني كوليبالي مهاجم النادي الاهلي السابق والنجم الساحلي الحالي اللي له عدد كبير من التعاملات والصفقات مع إدارة نادي الزمالك، وبيحللهم كتير من المشاكل، وبيحللهم كتير من المشاكل. ماشي؟ عرض خدمات اللاعب على نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أعتقد إن سليماني كوليبالي دوت هارب، ولا أنا غلطان؟ لو أنا غلطان في المعلومة ديت حد يقول لي أنت غلطان يا حاج أبو حنان. غلطان؟ هو سليماني كوليبالي دوت مش هربان قبل كده من النادي الأهلي؟ أكيد، واحد قال لي أكيد، بيبو تريكة قال لي أكيد. أه، القصاص أحمد القصاص حبيبنا أستاذ أحمد، يا منور الدنيا كلها يا نجم النجوم. تمام؟ هرب من الأهلي، حلو قوي. طب إزاي النهارده لعيب له السوابق دي؟ وأنا أفكر فيه، ده برضه سؤال مهم جدا. أنا عن نفسي لو كريستيانو رونالدو هربان وجي قال لي ودوني، أقول لك لا، عامل بيه إيه؟ ده في ثانية هيسيبني ويهرب تاني. ما أصل ده بيبقى في الدم كده. ده بيبقى في الدم إيه كده؟ إنما أرجع لبداية الخبر اللي أنا قلته. ارجع لبداية الخبر اللي أنا قلته، وأنت تعرف المفتاح بتاع الخبر إيه؟ لأن أنا ما بقولش أي حاجة كده وخلاص. قلت لك إيه؟ وكيل اللاعب؟ آه. وكيل اللاعب؟ آه. إيه اللي بيرتبط بيه علاقات مهمة جدا في نادي الزمالك، ببيع وشراء لعيبة، وإنه بيودي لهم لعيبة وبيجيب لهم لعيبة، وخلص لهم شوية مشاكل. وخلص لهم شوية إيه؟ مشاكل. فما فيش أدنى مشكلة عندي كوكيل ان انا اباصي القنبله دي. اه طبعا، ولما يكون لعيب هربان سواء من النادي الاهلي، ان شاء الله يكون هربان من مركز شباب حبشتكاناتا، مش مشكله. انا بتكلم في المبدا نفسه. النبي لو هداف العالم وهربان المضغط بيه عريان، انا ممكن انام اصحى الاقيه باسبور وطلع على اي دوله تانية. الهروب مبدا، الهروب مبدا، ان كان بقى ان كان هو ايه وان كان فلوسه ايه. فطبعا هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، واتمنى من وكلاء اللعيبة المحترمين ان هم يعني ايه لما يجوا يعرضوا اللعيبة بتوعهم تمام على الاندية الكبيرة، يعرفوا ان الاندية الكبيرة ديت وراهم جماهير، وراهم ناس بتفتش، وراهم اعلام، وراهم ده. انا مش هاخد ال 200 300 400 الف دولار واوزع الليلة وسلام عليكم، عليكم السلام، وانتوا خبطوا دماغكم في الحيط. لا، مش هينفع هذا الايه، مش هينفع هذا الكلام. اوكي. مستر فايلر طلب من لجنة الكورة بالنادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة في جلستهم يوم الاربع الماضي، التعاقد مع الثنائي جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي، واللاعب سيرينو نجم نادي سان داونز الجنوب افريقي. النادي الاهلي هيقدم اخر عرض لنادي مازيمبي بالتعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي بقيمه 2.5 مليون دولار لحسم الصفقه بعد تمسك فايلر بيه. كتير برضه او 2.5 مليون دولار ديت، يعني انت بتتكلم في كام؟ بتتكلم لك ادي 30، يعني بتدخل لك في برضه بتاع حوالي 40 مليون جنيه، يعني برضه داخل لك في حوالي 40 مليون ايه جنيه. هل بقى مولي ده يعني فنيا في الدوري بتاعنا ده النادي الاهلي هيستحمل الرقم ده؟ معرفش، مش عارف، يعني اشك في حاجه ايه، اشك في حاجه زي كده. عماد النحاس بيرفض انضمام صالح جمعه نجم النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبلة بعد تلقيه ترشيح من قبل أحد وكلاء اللاعبين. أهو بص، ده بقى بي إيه بي 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 بيرفض صالح جمعة علشان إيه؟ علشان عنده مشاكل. فده برضه هيروح له الفرقة، هيعمل له قلبان، هيعمل له زيطة. شوفوا يعني التفكير بتاع عماد النحاس نفس التفكير اللي أنا ماشي، اللي إحنا ماشيين في اتجاهه. ماشي، نفس التفكير اللي إحنا ماشيين فين؟ في اتجاهه.
فيعني اعتقد ايه، يعني اعتقد ان الامور يعني مش عارف، يعني مش عارف وجهة نظري في مولكة، لا كتير وجهة نظري. فيصل خليفة عضو مجلس إدارة النجم الساحلي التونسي بينفي حقيقة ما تردد بشأن التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو داكوستا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال إن اللاعب خارج حساباتنا تماما. شغله وكلا برضه، خلي بالكوا. ها ماشي. النادي الأهلي بقى، ده مهم بقى الكلام اللي أنا هتكلم فيه ده، أو الخبر اللي إحنا بنتكلم فيه ده مهم، ومهم جدا 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 جدا. ما صلاح محسن جيب 40 مليون برضه. طب إيه بقى المردود؟ ما كمل. أماني وحد تاني قال لي طب ما صلاح محسن جيب 40 مليون، ماشي أوكي معاك. إيه بقى المردود؟ إيه المردود؟ 60 مليون مولك جايب 60 هدف في موسمين، ماشي. هو يعني المردود بقى، احنا بنتكلم في المردود الفني، المردود الفني تمام. كان عندنا لعيب في نادي الزمالك كان دفع فيه 9 مليون جنيه في سنة، كانت يعني الجنيه اللي بتمنها، الله يرحمه بقى ويحسن اليه، اجوجو اجوجو يعني، وجاب جون واحد تقريبا، والدنيا اتشالت واتحطت واتهبدت وطلعت ونزلت وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده تمام. و المردود الفني ايه؟ انا لما بتكلم في شعبولة الاهلاوي بيقول لي فين لؤي؟ نايم نايم يا شعبولة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. لما بنتكلم في المردود الفني يا جماعه، انت برضه لازم تحسبها كده، يعني انت كجمهور ما تفرحش باللعيب ومش مهم فلوسه، اصل انت خلي بالك ان فلوسه دي هتأثر عليك انت بعد كده، فلوسه دي تأثر عليك انت بعد كده. بمعنى ايه هتأثر عليك انت بعد كده؟ بمعنى مثلا، ها، ان نادي الاهلي الخبر اللي جاي بقى اللي انا بتكلم فيه، اجمالي الفلوس اللي بيطلعها كمرتبات لكل النادي نشاط رياضي واجتماعي وفريق اول الى اخره مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، 30 مليون جنيه في الشهر. 30 مليون جنيه في الشهر. كابتن محمود الخطيب اجتمع بيه النشاط الرياضي اليومين اللي فاتوا دول، وطلب منهم زي دراسة جدوى كده، او احتياجاتهم وتطلباتهم ايه للموسم الجديد، يعني انت عاوز كام، ميزانيتك ايه، تحددها لي في الموسم الجديد عشان انا كمجلس ادارة اقدر اوفرها لك تمام. والموظفين خلاص مرتباتهم معروفة، الفريق الاول هنا والفريق الاول هنا، والصفقات والناس اللي هتتباع والناس اللي هنشتريها وبتاع مش عارف يعني ايه. القعده كانت قعده حسبه ماديه بحته، 40 مليون جنيه اجوجو كلف الزمالك 40 مليون جنيه في شهر مش عارف. المهم فخلونا نتكلم ونقول ايه، ونقول ان الازمات الماديه ابتدت تلوح في الافق. راجل كابتن محمود الخطيب قعد مع الاجهزه وعرف، لان طبعا النهارده المدخلات بتاعت الانديه تكاد تكون منعدمه اللهم تقريبا الا من الاشتراكات او من ايجارات المحلات. النادي الاهلي ما عندوش في اسوار ومحلات بتؤجر، ممكن من جوه النادي، انما لو اتكلمنا مثلا على الكبار اهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، هتلاقي ان ما عندهمش دلوقتي دخل خلاص الا الاشتراكات تمام. لذلك اداره النادي الزمالك بتضغط على الوزير بكل ما اوتيت من قوه، ان هو حتى ولو يفتح بصفه استثنائيه، لانه عارف ان اكتر من 80 الف عضويه هيبتدوا يدخلوا فلوس النادي، هتعمل انتعاشه وهتفرق معاه بشكل كبير قوي. الناحية التانية راجل قاعد بيقول لك أنا كل شهر مطلوب مني 30 مليون جنيه تمام؟ مطلوب مني. سيد محمد بيقول لي الكلام ده صحيح 100%، الله يكرمك الله يكرمك ويكبر بخاطرك يا أبو السيد. أه والله الله يكرمك يا بيه، الله يخليك. ف الفلوس اللي معايا أنا بقى دلوقتي هتكفيني أمشي كام شهر؟ خاصة إن الرؤية بتاعت استكمال الدوري صعبة في ظل طبعا الظروف المهببة اللي احنا فيها دي. هتقول لي يا عم تامر خلاص اسبانيا 11 مايو
وايطاليا مش عارف 12 وانجلترا مش عارف 14 وخلاص المانيا خلاص والدول ديت الدوري عندها هتستكمل. اقول لك الدول دي ماشي تستكمل ما تماشي، انما احنا بنتكلم هنا في مصر في الغالب صعب، يعني في الغالب صعب، ده الواقع ماشي، ده الواقع. وبرضو علشان اكد، لان في برضو ناس بتفهم الكلام غلط، انا بالنسبه لي كموقفي انا كفرد كده تمام حميد شخصيا، انا نفسي اغمض افتح الاقي الدوري العام المصري شغال، لان بيوتنا كلنا مخروبه من وقفان الدوري العام المصري، بيوت ناس كتير مقفوله واتخربت يعني خلاص، يعني ناس بتصوت وبتقول جاي تمام ولا مش تمام، ف يعني واللي بيصوتوا بيقولوا جاي الغلابه طبعا تمام. فانا نفسي امنيه عين انا كتمام حميد الدوري يستأنف امبارح والنهارده يبقى اول ماتش تمام، دي حاجه. وان الارض الواقع بتقول ايه؟ بتقول صعوبه استكمال، ده قصه تانية، امنياتي انا ودعواتي انا مع ربنا حاجه ودي حاجه تانية خالص. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ النهارده النادي الاهلي قد يواجه تلك الازمات الماديه خلال الفتره القادمه، وبالتالي رئيسه اجتمع مع اعضائه ولجانه علشان يعرف احتياجاته، علشان يعرف هيقدر يوفر الكلام دوت امتى وازاي ومنين. ونجح مجلس اداره النادي في تامين احتياجات النادي لغايه شهر يوليو، خلي بالكم نجح النادي الاهلي في تامين احتياجاته لغايه شهر يوليو اللي هو شهر كام؟ 7. ولكن مع استمرار حاله الغموض التي تسيطر على عودة مسابقة الدوري قد يعود لفتح التصور التقدم بسيد عبد الحفيظ مدير الكورة حول خصم نسبة من عقود الفريق الأول بجهازه الفني ولاعبي علشان يقلل النفقات. يبقى إذن النادي الأهلي النهاردة مأمن نفسه ماديا لغاية شهر 7 اللي هو مرتبات 7. مرتبات 7. طب بعد مرتبات 7 لا. كده لا، يبقى أنا دخلت في النفق المظلم بتاع إيه؟ الأزمة المادية. طب أحد الحلول إيه؟ أحد الحلول عصام كريم بيقول لي يا كابتن إحنا داخلين على الذروة، إحنا دخلنا خلاص يا عصام. إحنا دخلنا خلاص يا عص. إحنا لسه هنخش على الذروة. إحنا شكر الله سعاكم يا عص. ده إحنا داخلين وإيه بقى؟ ده إحنا داخلين ومشمرين. يعني إحنا داخلين بقى إيه؟ أنت عارف أنت بتخش وأنت داخل كده هو داخل البركة ومشمر أو نزل البحر وأنت مشمر؟ آه. لا يا عص ده احنا مشمرين ومشمرين لغايه هنا كمان، يعني مش مثلا لركبتك، لا 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 لا، ده احنا داخلين على الذروه والذروه قوي صح النوم، يعني رمضان بيهزر معاك يا عصام وبيقول لك صح النوم، خلي بالك ها؟ وشعب الله ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا برحمته الايه؟ الواسعه، ماشي ما علينا. فالنادي الاهلي زي ما احنا قلنا كده. صحيفه الرياضيه السعوديه كشفت في تقرير لها عن اهتمام نادي اتحاد جده بالتعاقد مع احمد الشناوي حارس بيراميدز وتجهيز عرض رسمي خلال ساعات لتقديمه للنادي تمهيدا للتعاقد معه. اخر خبر بقى معايا علشان اختم بيه مع حضراتكم، مصدر داخل اتحاد الكوره اكد ان هناك بند جديد تم وضعه في اللائحه يسمح لرباعي خالد لطيف وعصام عبد الفتاح وسيف زاهر واحمد مجاهد في الترشح في انتخابات الجبليه المقبله رغم تطبيق بند الثمان سنوات. دي مهمة جدا دي، خلي بالكم. البند يعطي الحق للرباعي في الترشح ولكن على منصب النائب وليس على منصب العضوية، حيث أن اللائحة الجديدة تعطي الحق للرباعي في الترشح، لأن بند الثمان سنوات بيطبق على المنصب وليس على المجلس، مما يعني أن الشخص الذي قضى دورتين متتاليتين في منصب يحق له الترشح في المنصب الاعلى من ايه؟ يعني بالعربي كده الناس دي كانت اعضاء، فلو طبق بند الثمان سنوات يطبق عليهم لو هينزلوا في العضويه. انما هو لو عايز يكسر البند دوت يبقى يترشح لمنصب اعلى، ايه هو المنصب الاعلى؟ النائب. ايه هو المنصب الاعلى؟ النائب. طب سين سؤال، الاسماء دي من فيهم يصلح نائب؟ من فيهم يصلح نائب؟ من فيهم الرئيس يقبل انه هياخد ده نائب معاه؟ ده سؤال مهم.
ده سؤال مهم. والمنافسة ما بينهم ازاي؟ المنافسة ما بينهم ازاي؟ يعني خالد لطيف هتبقى بالنسبة له صعبة ان هو يبقى نائب مع هاني أبو عيدة او مع احمد شوبير، مع احترام طبعا وحفظ الالقاب. هاني أبو عيدة احمد مجاهد هو الوحيد اللي ممكن ياخده معاه كنائب، لانه يعني ده بيعتبر دراعه اليمين في كل حاجه، ولو ما خدوش معاه نائب ممكن يبقى هو المدير التنفيذي للاتحاد بعد نجاحه وياخد حد، ممكن يعني ممكن جدا. كابتن عصام عبد الفتاح نفس الكلام، يعني برضو يعني صعب ان هو يبقى نائب في ظل وجود الكابتن احمد شوبير كرئيس او هاني أبو عيد. نفس الايه الكلام سيف زي مش عارف يعني، ما برضو ما اعتقدش يعني. الزميل العزيز شخصيا انا بحترمه بصراحه، يعني انا بحترمه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني. ديت كانت حلقتنا النهارده تمام من برنامجكم كلمه حق في زمن عالي فيه قوي صوت الباطل. بكره بمشيئه الله تعالى في نفس الوقت وفي نفس الميعاد هتلاقونا ان شاء الله مع مجموعه من القضايا المهمه اللي بنطرحها مع حضراتكم هنا، وانتوا بتبقوا مشتركين معانا في كل صغيره وكبيره، سواء بارائكم سواء بكومنتاتكم سواء بالتفاعلات بتاعت حضراتكم معانا حتى باللايك وبالديسلايك. مجموعة من الأخبار برضو أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عنا وعنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يقف جنبنا في الأيام الصعبة دي، لأن الأيام دي فعلا صعبة يا جماعة. صباح الخير.